وجبة واحدة في اليوم بس ما بنحف، هاي من أكثر الجمل اللي بسمعها خاصة بعيادتي، وأكيد بتأكد كل أخصائيات التغذية بمعظم عيادات التغذية إنه بس وجبة واحدة بس ما بنحف. خليني أعطيكم أسباب لهاي الحالة. أول سبب، في كتير عن جد بس بياكلوا وجبة واحدة، بس هي بتكون وجبة كبيرة ودسمة. يعني مثلا كتير من هدول الأشخاص بشعروا بجوع كتير كبير، بعدين ممكن يطلبوا وجبة جنك فود، يعني برجر وبطاطا، هي عن جد وجبة واحدة بس هاي الوجبة ممكن توصل ل 1500 أو 1200 سعرة حرارية، وكمية الدهون تتعدى الاحتياجات اليومية اللي انت مفروض تاخديها أو انت مفروض تاكلها، فأكيد احتياجاتك من السعرات الحرارية والدهون بتكون أكتر من المفروض انت تاخده في اليوم مع قلة الحركة. فهذا واحد من الأسباب. ثاني سبب، حتى لو عم تاخد وجبة واحدة، احنا ما بالحمية ما بنعد بس سعرات حرارية، ما بزبط بس نعد سعرات حرارية، لأنه احنا في عنا احتياجات من ألياف. الألياف كتير مهمة بالحمية، يعني للأشخاص اللي عندهم مقاومة إنسولين، سكري، الألياف بتساعد انه يطلع نسبة السكر في الدم تدريجيا، وبيساعد انه يقلل من امتصاص الدهون والكوليسترول، فإله دور فعال بالحمية. ثاني شيء، في مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن اللي بتكون كمان بنظامنا الغذائي كتير مهمة للتفاعلات الكيميائية اللي بتدخل في الميتابوليزم تاع الفات والكربوهيدرات والبروتين، فانت اذا ما عم تحصل احتياجاتك اليومية وما عم تاخدها من خلال نظام غذائي برضو ما رح توصل للوزن بدك اياه. ثالث سبب كتير مهم، انه في كتير بنات او سيدات، انا عم بحكي بنات لانها كتير بتكون الحالة، انها بتقعد فترات طويلة في المكتب. اوكي، هي ما بتاكل وجبات كتيرة، ولكن وجباتها بتكون قليلة، ولكن عندنا الحرق عندها كتير قليل، او معدل الحركة عندها كتير قليلة، يعني ما بتتحرك، بتقوم الصبح بالسيارة دغري بتقعد على المكتب قاعدة كتير كبيرة، 6 ساعات 7 ساعات على المكتب. ما في عنا، يعني اذا بنيجي بنعد الخطوات اللي عملتها اخر النهار بتكون ما بتتعدى 3000 او 4000 خطوة، يعني نسبة الحركة عندها كتير قليلة. ودائما في عنا ميزان احنا عشان نقدر ننزل وزن، كمية الطاقة اللي احنا بناخدها من خلال الاكل، وكمية الطاقة اللي احنا بنستهلكها من النشاط البدني، الحركة اليومية، الرياضة اذا زعملنا. فلما يصير في عنا توازن كتير كبير ما بين الأكل اللي عم تاكله، يعني مثلا هي نشاطها أو الأكل يمكن ما تعدى 1500 أو 1600 سعرة حرارية، بس اللي عم تحرق وما عم تحرق كتير وما عم بيصير في عنا زيادة في الحرق، فأكيد ما رح تلاقي في نتيجة إيجابية على نزول الوزن. كمان في عنا سبب كتير مهم، نوعية الأكل. يعني في ناس عن جد ما بياكلوا، يعني إحنا لما نحكي أكل، لما نحكي مثلا طبخة، رز، دجاج، لحمة، وهاي الأشياء بتلاقيها يمكن بتاكل كميات كتير بسيطة، بس بتلاقيها طول النهار بتنقرش. أعطيكم مثال، يعني الصبح ممكن أخذ أنا نسكافيه أو قهوة مع كعك بعجوة أو 2 كعك بعجوة، صغار كتير قلال ولا إشي، بس هدول القطعتين كعك بعجوة ممكن القطعة توصل 120 سعرة حرارية، يعني بالمجمل هي 240 سعرة حرارية. طيب إذا جبنا رغيف خبز وحطينا فيه شوية لبنة ما منوصل ال 240 سعرة حرارية، بس برغيف الخبز واللبنة نسبة السكر، خاصة إذا كان خبز أسمر، نسبة السكر كتير أقل، ألياف أكتر، بشبع أكتر، ما بيخليك تنقرش خلال النهار. أما الصبح بالكعك، إذا كان مثلا أعطيت مثال على الكعك بعجوة، مع أنه العجوة مفيدة، بس أنه عم بحكي لك أنه كعكة فيها سمنة، في عنا دهون، في عنا زبدة، فأكيد نسبة الدهون عنا أكتر، أكيد الواحد ما رح يلاقي في عندنا نتائج إيجابية. بعد هيك أخذت القهوة والعجوة أو شو هذا، ممكن بالمكتب توصل ناخذ بسكوت شوكولاتة، حجم البسكوت وحجم الشوكولاتة كتير صغيرة، ولكن قطعة الشوكولاتة كتير صغيرة نسبة السكر فيها عالية، وخاصة إذا اخترناها مع كراميل وهاي الأشياء، والسعرات يعني هي حجمها صغير، ولكن هذا الحجم الصغير ممكن يكون فيه 100-150 سعرة، وفي ناس ما بيكتفوا أو بنسوا، يعني أنا أكلت حبة شوكولاتة، ممكن بعد حبة شوكولاتة، ممكن بسكوت، ممكن قطعة تشيبس، فأنا بصفي آخر النهار أنا حاسة حالي مش ماكلة، لأنها كلها أخذت سناكس، أنا عقلي الباطني ما شافها كمية الأكل، فأنا عندي شعور داخلي إن أنا ما عم باكل، بس هي at the end أنا عم باكل، عم باخد سعرات حرارية كتير كبيرة، بتأدي لمشكلة كتير كبيرة بالوزن، لأنه بآخر النهار لما نيجي نحسب الحسبة منلاقي وصلت أكيد فوق 2500 سعرة حرارية، نسبة سكر عند السيدات
كحد اقصى سكر مضاف ما لازم يتعدى 5-6 معالق، بنلاقيها بتتعدى 15 معلقة سكر، نسبة سكر كتير اعلى من الاحتياجات، نسبة الياف وفيتامينز ومعادن كتير اقل، فاكيد ما رح نلاقي في نتيجة على الوزن. اخر سبب كتير مهم انه انا ما كنت هيك، انا واصغر قبل 10 سنين ولا 8 سنين كنت اكل هدول بس ما كنت انصح، طبيعي لانه احنا كاجسام نتغير، جسمنا عم نكبر، فلما احنا نكبر الميتابوليزم عندنا اكيد بتغير، نسبة الكتلة العضلية عندنا بتقل، فمعدل الحرق بقل، فما نضلنا نقارن، بالعكس انت لازم كل يوم عن يوم تبذلي مجهود اكثر، مش تعتبريه ستريس وارق وانا عم بعمل نظام حياة ودايت وتصير منزعجين، بدنا نقلبه لنظام حياة صحي، احنا بناكل عشان ناكل بطريقة صحية، في كتير ناس بالعكس عم بعيشوا بس عشان ياكلوا، احنا بدنا ناكل عشان نقدر نعيش بحياة كتير منيحة، فهاي اول سبب، واكيد المرة الجاية رح اعطيكم سبب تاني بأسباب